اهلا بيكم في برنامج المطبخ. برنامجنا دايما مميز عشان بنعمل لكم الاكل بكل الحب. معاكم نانسي عاشور وهنعمل النهارده كبده الفراخ بدبس الرمان. يلا نشوف مكوناتنا. بقى نعمل الكبده بتاعتنا. كبده سهله وبسيطه. اول حاجه هعملها اخد البصل الاول، احط البصل واحط عليه فلفل السبايسي بتاعي الحامي بتاعي عشان بقى يخلي الكبده كده طعم مختلف، واحط عليها الفلفل الاخضر العادي. طبعا اللي مش عايزها سبايسي ممكن ما يحطش الفلفل الحامي ده. وهتبلها شويه ملح وفلفل بهارات. انا ما بحبش احط بهارات كتير في الاكل، يعني بحب استمتع بطعم الحاجه. حطيت نص معلقه من الفلفل، نص معلقه من الملح، ونص معلقه من البهارات. ريحتها بتطلع على طول طبعا، الفلفل مع البصل. ادعكهم بقى كويس قوي عشان البصل بتاعي يشرب هو والفلفل من البهارات بتاعتي. لازم ادعكهم قوي قبل ما احطهم على الكبده. وابتدي بقى احط الكبده بتاعتي، وانا هوريكم هقول لكم هنغسل الكبده ازاي مع بعض لما نيجي نحطها على النار. طريقتها في الغسيل بتبقى سهله قوي وبتخلي ريحتها حلوه قوي. بس نقلب بقى الكبده. لو عايزين بقى الكبده نعملها على طول اول ما نبتدي نتبلها كده ماشي، عايزين ناجلها شويه ونخليها تتبل قبلها بيوم او قبلها بساعتين طبعا بتبقى احلى واطعم بكتير، لانها بتشرب من التتبيله بتاعتها. وزي ما بقول كل مرة، السر في التقليب المستمر. قلبناها كده بقى، أحط الزيت بتاعي على النار. نحط الزيت ونبتدي بقى نحط الكبدة بتاعتي. لازم تبقى الطاسة بتاعتي سخنة، أو هي سخنة كده عشان الكبدة تاخد الصدمة على طول. نحطها كلها، ما بقعدش اقلب بقى في الكبده عشان ما تتفرفتش مني. انا مش عايزاها تتفرفت، انا عايزاها كل كبدايه تطلع زي ما هي شكلها، بس لازم اديها الصدمه دي تقفل المسام بتاعتها كلها عشان انا مش عايزاها تنزل السوائل كلها اللي فيها ما تنشفش معايا. هنقلب فيها، واحنا بنقلب بقى نشيل حاجتنا بس كده، هنقول بنغسل الكبده بتاعتنا ازاي. احنا بنجيب الكبده، بجيب طبق واحط فيه ميه، معلقه طحينه، نص معلقه من الملح، ونص معلقه من الجنزبيل، ونص معلقه سكر. الطبق ده هنزل فيه الكبده تقعد فيه لمده نص ساعه منقوعه في المحلول اللي انا عملته ده. وبعد كده بطلعها اديها شطفه وكده خلاص الكبده بتاعتي. لازم بس اطفيها، بتبقى جاهزه معايا نظيفه وريحتها حلوه قوي. طبعا في كتير قوي بيقولوا انا مش عايز اكل كبده فراخ، لا، او الطبق ده ينفع يتقدم طبق رئيسي او ينفع يتقدم يبقى طبق جانبي. الفكره بتاعه دبس الرمان عليها بتدي طعمه حلو قوي. وطبعا الحبشتكنايه بتاعتي اللي انا عاملاها ان انا بحط عليها، لان دبس الرمان لما نيجي ناكله دبس الرمان بيبقى يعني شويه مزز، فاحنا هنكسره بحاجه حلوه قوي اللي هو دبس التمر، فهنبقى بناكلها سويت اند ساور. شايفين بقى الكبده كده ريحتها طالعه تجنن. لازم بس نخليها تتشوح كويس قوي. شايفين اللون البني بتاعها ده، لازم كلها تبقى كده، تبقى قفلت المسام بتاعتها. اقلب فيها كويس وابتدي بقى احضر الصوص بتاعي اللي هحط عليها. طبعا في كتير من ولادنا ما بيحبوش موضوع الكبده، بس بالطريقه دي كبير وصغير هياكلها. ممكن نقدمها مع رز، نقدمها مع بطاطس، نقدمها مع عيش، تبقى حلوه قوي. ممكن نحط فيها كمان لو عايزين قطع بطاطس. الفلفل وريحه البصل طالعه ايه، تجنن. نقلب فيها بقى كده لغايه كلها
ما تقفل المسام بتاعتها وتاخد يعني تبقى ملسوعه السنه، مش عايزينها تنشف. وانا عشان صفيتها فالكبده ما فيهاش الميه كتير لان هي متصفيه كويس، زي ما قلت بعد ما بنغسلها كويس بنصفيها كده. تمام، الريحه تحفه. ابتدي بقى اول حاجه احطها دبس الرمان، هينزل عليها بقى دبس الرمان. زي ما قلت بيبقى مزز قوي، فدبس التمر انا افتكستها ليه بقى؟ لان انا دبس الرمان بيبقى شديد شويه في المزازه بتاعته، دبس التمر هينزل عليها هيبقى بناكل حاجه مسكره وحاجه مززه في نفس الوقت. وهنحط بقى دبس التمر، واو. وهنسيبها تغلي لمدة دقيقة فيه تشرب الصوص بتاعها، هي كده متعطشة لأي صوص لأن هي قفلت كل المسام بتاعتها، الصوص نزل عليها. الله على الريحة، الله بجد نفسي تشموا الريحة معايا. صوص بقى كتير كده، الصوص ده بقى يتغمس بقى بشوية عيش، الله. وهنشوف بقى هنقدمها ازاي. أنا هديكم طبعا اختيارين للتقديم، بس هي كده جاهزة نبتدي نقدم أكلتنا. نجيب الطبق بتاعنا اهو، هنطفيه قدامنا، نحط عيش. أنا هنا ده عيش متحمص، أنا محمصاه، أرصه بقى كده. ممكن زي ما قلت ممكن بدل العيش ده أحط شوية بطاطس محمرة وأحطها كده، ممكن تبقى طبق رئيسي مش طبق جانبي خالص. طبق جانبي ممكن ما احطش معاها اي حاجه. ارص العيش بتاعي بقى كده واحط الكبده عليها. لازم بقى العيش يتشرب من الصوص بتاعها ده. طب احنا هنا كده قدمناها مع ايه؟ مع العيش. دي اكلتنا النهارده، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وانتظرونا لان الجديد عندنا احنا وبس في برنامج المطبخ.